سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة، عرب عن فخره واعتزازه بتحقيق الجواد الطويل ملك سموه بقيادة الفارس أدري ديفيرس والمطمر فوزي ناس المركز الأول بكأس أدكوب إنفستمنت لمسافة 2000 متر بسباقات دبي للخيل. هذا وأكد سموه أن ما تحقق من نتيجة في هذا السباق تدل على ما وصلت إليه رياضة الفروسية وسباقة القدرة البحرينية من تقدم كبير في المستوى بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من لدن عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان له الفضل في تحقيق الإنجازات بمختلف المشاركات والبطولات الإقليمية والدولية والتي عززت من مكانة البحرين على خريطة الرياضة العالمية. مهنئا سموه الفارس أدري ديفيرس والمضمر فوزي ناس بهذه النتيجة المتميزة، متمنيا سموه في الوقت ذاته دوام التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من النتائج المشرفة بالمشاركات القادمة. من جانبه أشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أشاد بالنتيجة المميزة التي حققها الجواد الطويل بسباقات دبي للخيل، مؤكدا أن هذه النتيجة جاءت بفضل الدعم المستمر الذي تحظاه هذه الرياضة من القيادة الرشيدة والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التي كان لها الفضل الكبير في تحقيق البحرين العديد من الإنجازات. كما هنأ الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الملكي القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بالنتيجة المشرفة التي حققها الجواد الطويل بسباق كأس أدكوب إنفستمنت بسباقات دبي للخيل. الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، هناك فارس البحرين وهنا بالفعل فارس المضمارين القدرة والسرعة. بالفعل هذا الاسم الكبير أينما تواجد الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، وبالتالي أدري ديفيرس قاد الطويل مع فوزي ناس لأجمل